مطابقة الشيء مع الله نشاط كتير مفيد للأطفال، ممكن يعلمهم الأشكال، الألوان، الأحجام. نشاط كتير سهل، ممكن نطبقه في البيت أو في المدرسة. هو بالضبط مثل البازل. أنا أخذت أشكال مختلفة وأشياء مختلفة وأشكال مختلفة وألوان مختلفة، حطيتها على الكرتونة وبعدين رسمتها. طبعا بعدين بنقيمها ورح نطلب من الطفل انه يطابق كل شيء على الظل اللي له. طبعا احنا ممكن انه نحط جهة احمر مثلا، جهة ازرق اخضر، بحيث انه كمان يطابق الالوان. كمان ممكن نحط فقط ارقام بحيث انه يطابق الارقام، او احرف بحيث انه يطابق الاحرف. ممكن تعليم الاطفال اكثر من شيء من خلال هذا النشاط. نشاط كتير مفيد وسهل تطبيقه. اتمنى انه يكون مفيد لكم.